مرحب حبايبي، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير خبز القربان. عنا اول شي طحين، كمان نص كوب ما زهر، نص كوب سكر، ملعقة صغيرة خميرة، ملعقة صغيرة ملح، وكمان بدنا نستعمل مي. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. الطحين بالعجانة، بسم الله الرحمن الرحيم. كمان السكر، الخمير، الملح، المزهر. بعجنهم شوي مع بعض شي خفيف. بس خلطتهم بهيدا الشكل. هلأ بحط مي. بسم الله. حطيت نص الكوب، كمان بعجن. كمان بحط نص الكوب الثاني من المي، بعجن. انتهينا من عجن العجينة. هلأ بدي احطها بوعاء. بحط شوية طحين بالجات، كمان بحط العجينة. شفتوا قوام العجينة كيف؟ بهيدا الشكل بتلزق شوي، طرية ما بتجي قاسية جامدة كتير. هلا كمان برش طحين. بسم الله. هلا بغطيها، بحطها مطرح دافية كمان، وبتركها ترتاح ساعتين. هيدي العجينة بعد ما ريحتها ساعتين. هلا بدنا نكفي مع بعض. بدي اشيل قصم منها، حط طحين عشانها طرية كتير. بسم الله. بشيل قصم منها، ما شاء الله. بحط طحين منيح عشان ما تلزق معي. هيدي السماكي كتير حلوة. هلأ بقطعها. بسم الله. شفتوا السماكي كتير رائعة بهيدا الشكل. كمان بحطها على ورقة الزبدة. بكفي الباقيين.
بعد ما حطيتهم على ورقة الزبدة، هلأ شو بدي أعمل أنا؟ ما عندي المكبس الخاص لإلهم، رح استعمل هيدي الملعقة بعملها بهيدي الطريقة. شفتوا كيف؟ بهيدي الطريقة. كمان هلأ بغطي العجينة وبتركها تخمر ساعة. عندي هدول اللي بقيوا من العجينة، هن زيتهم كمان بستعملهم، يعني ما بكب أي شيء. عجنتهم رجعت منيح مع بعض، بستعملهم بعملهم نفس الشيء قربان. هلا بقطعها. شفتوا كيف؟ نفس الشيء بحطها على جنب. هيدي العجينة بعد ما ارتاحت ساعة، هلأ بحطها بفرن حامي على درجة 250 من الأعلى والأسفل. هيدا القربان بعد ما طلع من الفرن أخذ بالفرن حوالي 9 دقايق. هيدا شكل، بسم الله، واو شكله كتير كتير رائع. وكمان هيدا الشكل، هولي كتير سخنين هلأ طلعوا. إذا منا هيدا اللون بندهن شوية زيت نباتي على الوجه، وإذا منا هيدا اللون بنحطها زي ما هي بالفرن. هيدا القربان اللي عملته أنا وياكم. مثل ما قلت لكم، إذا بتحبوا هيدا اللون دهنوا شي خفيف زيت نباتي على الوجه، وإذا بدكم اللون الطبيعي خلوها زي ما هي، بس بعتقد انا افضل هيدا اللون، شكلها كتير حلو بهيدا اللون. هيدا القربان اللي عملته انا وياكم. بتمنى التعليق على الفيديو والاعجاب بالصفحة، وان شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي.